يعني الأسرى المدنيين موضوعهم مختلف، نعم، ومنذ اللحظة التي انتقلت حركة هذه حماس. الصورة التي أمامنا سيد محمد. أيضا يتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وأماكن أخرى ترتفع منها أعمدة الدخان. يبدو أن هناك أيضا أصوات الآن، إذا نستمع إلى الصوت الطبيعي من المصدر. يبدو أن هذه الأعمدة يعني ربما هي جديدة إلى الآن. هذا مكان آخر غير المكان الذي كنا نشاهده قبل قليل. أعمدة الدخان ترتفع في قطاع غزة وتتعرض من جديد إلى عمليات قصف. كنا قد تحدثنا خلال الليل إلى أيضا قصف كما أشار مراسل العربية أود أيضا كانت وكالة الأنباء الفلسطينية أو أوضحت بأن نحو 30 قتيلا سقطوا جراء عمليات القصف التي استمرت في ساعات الصباح وليل أمس.